أحب لقاء الأحباب في كل ساعة، أحب لقاء الأحباب في كل ساعة، لأن لقاء الأحباب فيه المنافع. أيا قرة العيون تالله إنني على عهدكم بقي وفي الوصل طامع. لقد نبتت في القلب منكم محبة كما نبتت في الراحتين الأصابع. حرام على قلبي محبة غيركم، حرام على قلبي محبة غيركم، حرام على قلبي محبة غيركم، كما حرمت عن موسى تلك المراضع.